مكنة البسكويت اللي وصلت، عايزين نوضح نقطة بسرعة. دي كنت عارضها ب 675، ففي حد طلبها امبارح بالسعر ده مني، فكنت بنقول لهم جهزوا له الطلبية اللي هي مكنة البسكويت اللي ب 675، فقالوا لي لا، ارجع للزبون تاني وقول له ان هي ب 590، لان هم اتلخبطوا في السعر لما بعتها له على الواتساب، على اساس ان هي يعني كتبوا سعر الهاند بلندر وكان ماكت بسعرها بس. فرجعت للزبون تاني قلت له لا، ده هي سعرها 590 بس، تمام، وطلبتها له. فعايز نقول لكم حتى لو انا غلطت هم بيصححوا، فانا اول مره نغلط من ساعه ما اشتغلت، هم ما بيقبلوش زياده. يعني انا حتى كانوا قادرين يقولوا للزبون كان وافق بالسعر ده احنا نجيبوها له، فلا، قال ارجع اقول له ان هي ب 590 بس. طبعا هي الومنيوم، حاجه نظيفه خالص زي ما انتم شايفين، دي ما بتصدش نهائي، ولا حتى قعدت معاك شهر في الميه ما تملش ولا اي حاجه. فنشرحها لكم واحده واحده. عندنا اول حاجه في زماره هنا عشان نتزمر بيها، وعندنا دي مش بلاستيك، دي ألمونيوم برضو، ودي اللي هي الحديد تعمل طعمية تفرم لحمة، ودي دي مروحة عشان تجيب لك هوا. طبعا هي تدور وتجيب لك هوا. وعندنا دي من جوا برضو ألمونيوم كلها. وعندك هنا شومة عشان لو حد ضايقك هوا وتعمل بسكوت تخبطه فوق راسك كده تجيب أجل. وعندنا مصاصة بنهزر، دي مش مصاصة، دي اليد اللي هي بتدور بيه، بس شكلها شكل مصاصة. ودي مش بتاعت الأطفال دي، لا دي تتركب من فوق عشان تحط العجين وكده ما يقعش. وعندنا الحاجات اللي هي بتتركب من قدامها بتاعت البسكويت، اوعى تفتكروها زمارة، دي طبعا دي كلها حاجات تبعية اللي بتتركب عشان تعمل بها بسكويت. وعندنا توفياية، دي مش، لا مش توفية، دي اللي هي تتركب عشان